صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان في جميع أنحاء الوطن العربي. أهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج كود 9. أنا أحمد هشام معاكم، والنهاردة حلقتنا دسمة، هنتكلم في موضوعات كتيرة، هنتكلم عن كذا موضوع مهمين جدا، وطلبوا مني على بعت لي في رسائل الواتساب ان عايزين نتكلم في الموضوعات ديت. وطبعا مشاهدينا في كل مكان برحب بكم وبرحب بمشاركتكم معايا في البرنامج على رسائل الصفحة، وفي نفس الوقت على الواتساب. بالنسبة طبعا للحلقة النهاردة هنتكلم زي ما وضحت لكم عن موضوعات دسمة. وأول موضوع طبعا أنا حابب أتكلم عنه هو أن أنا بوجه النظر إلى مدرسة موجودة في محافظة الشرقية في فاقوس، تحديدا في مركز فاقوس. حابب أن أنا أوجه أنظار عناية وزير التربية والتعليم، السيد وزير التربية والتعليم، إلى هذه المدرسة. المدرسة دي من 6 سنين وهي تعتبر خرابة، يعني مش مدرسة. وأغلب الناس في المحافظة أو في المركز ده بيضطروا إن هم يودوا أولادهم إلى مدارس تانية بعيدة وكده، وتعتبر المدرسة دي مدرسة بتفيدهم وبتساعد أولادهم. والمدرسة دي هي مدرسة الشهيد صبحي المنيسي. المدرسة دي تبرع بيها الشهيد صبحي المنيسي وتبرع بالأرض الخاصة بيها. بس يعني حابب أوجه أنظار سيادة وزير التربية والتعليم إلى هذه المدرسة. بالنسبة للمدرسة زي ما حضراتكم شايفين في فيديو معايا. تمام، زي ما حضراتكم شايفين معايا في الفيديو دي المدرسة. تمام، ده شكل المدرسة من الخارج، ده السور الخاص بالمدرسة زي ما حضراتكم شايفين. تمام، ده السور الخاص بالمدرسة، وده منظر المدرسة زي ما حضراتكم شايفين. يعني لا تليق بمدرسة نهائي، يعني بحاجة إلى التطوير، بحاجة إلى الإعمار، بحاجة إلى إن إحنا نعيد بناء هذه المدرسة، إن هي تبقى مدرسة متطورة، مدرسة تفيد الطالب المصري وتقدر إن هي تساعد أبنائنا والجيل القادم، إن إحنا نطلع جيل من العلماء، جيل من المفكرين، جيل من الباحثين، جيل يعتبر العلم عنده في المركز الأول أو من الحاجات اللي هو بيهتم بيها، لأن اهتمامنا بالتعليم هو اهتمامنا بالمستقبل. حاجة تانية برضو حابب أن أنا أتكلم عنها برضو، أن المدرسة تعتبر حاليا هي يعني نقدر نقول أن هي ملاذ الطالب الأول. يعني الطلاب النهارده بقى يروحوا مدارس بعيدة عنهم، وأنا حابب إن أنا ألفت الأنظار إن إحنا نعيد بناء هذه المدرسة، إن هي نقدر إن إحنا نخلي أولادنا وبناتنا إن هم يروحوا المدرسة دي مرة تانية. ده كان الفيديو حضراتكم شفتوه معايا. بالنسبة للمدرسة احنا مهتمين ان احنا نطورها ونخليها تقدم يعني يعتبر افضل شيء لأولادنا ولبناتنا، ان هم يكبروا في جو تعليمي وجو علمي ومناخ علمي ممتاز. شيء برضو من الحاجات اللي تعتبر يعني المدرسة بتقدمها، هو بتقدم المدرسة بتساعد الطلاب على ان هم ينموا قدراتهم، ينموا ذكائهم، نقدر ان احنا نكتشف مواهب في المدارس ديت. المدرسة ما عادتش مجرد مكان بيروحوا الطالب
ان هو يتعلم بقى مجال، يعني تعتبر مكان الطالب بيروحه بيقدر ان هو يخرج فيه كل طاقته، وبنبدأ ان احنا نشوف الطالب ده ايه بيحب، ايه هواياته، ايه كل ده بيبان في المدرسة وبيبان مع التعليم وبيبان مع كل ما الطالب بيكبر، كل ما بنكتشف عنده ان كان مثلا حابب يبقى طبيب، حابب يبقى مهندس، حابب يبقى معلم، كل ده بيبان. حتى حابب مثلا ان هو يبقى لعيب كرة قدم في المستقبل، طبعا كل ده بيبان. بالنسبة برضو للتعليم، التعليم يعتبر من الحاجات اللي بتبني الأمم، يعني يعتبر أفضل استثمار هو الاستثمار في التعليم، يعني بالنسبة طبعا للمناهج، بالنسبة للمدرسين، بالنسبة للطلاب، الاستثمار في كل ده بيؤدي ان احنا يبقى عندنا جيل في المستقبل ان شاء الله، جيل يقدر ان هو يصنع، يقدر ان هو يقدم، ويقدر ان هو ياخد بإيد مصر الى الامام. وطبعا يعتبر التعليم برضو يعني الشيء رقم واحد اللي يعني بنهتم بيه وبننميه، وبنحاول ان احنا نخلي اولادنا مع مرور الوقت يهتموا بالعملية التعليمية، لان العملية التعليمية مش مجرد عملية بتنتهي مع المدرسة، العملية التعليمية بتستمر معانا، التعليم بيبتدي من المهد وبينتهي عند اللحد، يعني بيبتدي من عند ما الطفل بيتولد وبينتهي عند وفاة الإنسان لما بيكبر. نقطة تانية برضو حابب إن أنا أوجه الأنظار إليها، وهي الأطفال. الأطفال يعني مسؤوليتنا، ولازم نبقى عارفين إحنا هنربي الجيل اللي جاي إزاي، ما يبقاش ان احنا نعامل اطفالنا بطريقة وحشة، او ان احنا نعلمهم حاجات مثلا مش كويسة، زي ما بنشوف مثلا في بعض المواقف وفي بعض الاماكن وكده، بنلاقي ان في اطفال بيطلع او بيصدر منهم، حتى بنشوفها في بتبقى مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كمقاطع كوميدية، بنلاقي اطفال بيقوموا بيقولوا كلام مش كويس وكده. ده بيرجع للتربية، التربية اهم حاجة، لازم نهتم بتربية الطفل من وهو بيبي، من المراحل الأولى للطفل، لازم نهتم إن إحنا ما نخليهوش يشوف سلوك عدواني، لأن الطفل لما بيشوف سلوك عدواني بيبتدي إن هو يكتسب السلوك ده. الطفل بيبقى عامل زي الصفحة البيضاء، والصفحة البيضاء دي إحنا بنكتب فيها كل حاجة، إحنا بنكتب فيها إذا كان هو هيبقى طفل ذكي ولا لأ، بنكتب فيها إذا كان هو هيطلع شخص واعي ومدرك، شخص قادر على ان هو يفيد بلده، شخص قادر على ان هو يؤدي الى جديد، ممكن يبقى عالم. الطفل اللي حضرتك بتلعب معاه دلوقتي ممكن في المستقبل يبقى باحث، ممكن في المستقبل يبقى شخص كبير زي الدكتور احمد زويل. فحابب ان انا الفت انظاركم مشاهدينا في كل مكان إلى العناية بالأطفال الصغيرة. الطفل الصغير بيكتسب السلوك بتاعه، وفي نفس الوقت بنلاحظ إن الأطفال بيتعلموا مننا، يعني تلاحظ مثلا لو أنت معاك مثلا مفاتيح وقعدت تشخلل بالمفاتيح شوية، هتلاقي إن الطفل ابتدى إن هو يشعر بنوع من أنواع الاكتساب إلى الشخلله ديت. شيء تاني برضو اللي بنلاحظ عليه الأطفال، اللعب، تلاقيه مثلا بيكسر العربية، مثلا جبت له عربية، عروسة مثلا بيكسرها، بتلاقيه مثلا إن هو معاه مثلا حاجات مثلا عايز إن هو يعملها من أول وجديد، دي كلها مهارات لما تلاقيها عند الطفل ما تعاقبهوش. حاليا معانا مداخلة تليفونية من
الأستاذ عطية من محافظة الشرقية، تحديدا من مركز فؤوس البلد. أستاذ عطية، أهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ احمد، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا أستاذ عطية. ربنا يخليك يا استاذ احمد، متشكرين على المقدمه الجميله دي من القناه اللي هي مصداقيه الشعب يعني. الله وانا يحفظك. حضرتك متشكر جدا، وانا كنت عملت مداخله برضو مع الاعلاميه صفاء الجزار قبل كده بخصوص المدرسه، مدرسه تمام الشهيد صبح الفينيسي. المدرسه اتهدد بقى لها 6 سنين يا استاذ احمد. تمام يا فندم. تمام، وبعدين طلبنا المسؤولين وطلبنا المحافظه الشرقيه، وكل واحد بيقول لك هتندرج هتنطرح في السنه الجايه، هتنطرح السنه دي. رئيس هيئه الابنيه التعليميه تمام يعني كلمناه شخصيا برضه وتوصلنا له، وطبعا في بعض الناس راحت الاداره التعليميه الفاوس عشان خاطر المدرسه. المدرسه مساحتها 11 ايراد يا استاذ احمد، وبعدين ده شهيد طيار. انا ما تمام اعتقدش ان رئيس الجمهوريه يعلم بشيء زي كده يعني. انا عارف ومتاكد ان السيد عبد الفتاح السيسي لو يعلم المدرسه ما اتبنتش هتتبني تاني يوم، ولكن احنا بنقول ان اولادنا كلهم طبعا حضرتك تعلم ان تبدا من 6 سنين، والطفل طبعا لازم توديه وتجيبه مدرسه بعد 3 كيلو بالظبط. ماشي، ما في طبعا ما فيش مواصلات بالنسبه للي جوه، وبعدين منطقه ريفيه، لكن هنا بتخدم اكتر من 600 طالب يا استاذ احمد تمام يعني. شوف مدرسه ده حضرتك بقى لو اتعملت مدرسه حديثه هتخدم 3 فئات، حضانه وابتدائي واعدادي. فطبعا دي خدمه عامه للمواطنين اللي حواليها والقرى اللي هي مش تخدم فؤوس البلد بس، لا لو جنبها ثلاث قرى يا استاذ احمد او 4 قرى كمان تخدمهم. ممكن حضرتك تقول لي القرى او اسامي قرى دي، او برضو في قصر عشان كبيب نقدر ان احنا وماهر نقدم محتوى اكتر. وشديد وفؤوس وطروطي تمام العزب اللي حواليها، وفؤوس البلد طبعا مش نقدر نقول طبعا موجوده معاهم، ودي خدمه ل4 5 قرى زحمه تمام يعني، اكتر من 600 طالب. وادي حضرتك ادي شايف الفيديو قدام حضرتك، هو حضرتك اكتر من 11 قرون، السور تمام زي ما هو ده السور القديم، وسور المدرسه كانت تعيش كمان 10 15 سنه. أستاذ طب عطية، حضرتك وزير التعليم لما انت هديتها ليه؟ عشان تسيبها بالمنظر ده والمنظر اللي جوه الخرابه مكان مقفول، ونبعت او نبعت اولادنا في مدارس بعيده ليه يعني؟ ده كله عشان مصلحه مين؟ انا يمكن طبعا وزير التعليم بيتغير، المحافظ بيتغير، سياده المحافظ ممدوح غراب، ولكن ما اعتقدش الناس دي هتعمل في حاجه زي كده. دي مدرسه شهيد طيار يا استاذ احمد، تمام مدرسه اتبنت أستاذ وقوتها عطية. اكتر. أسألت حضرتك برضو إن إحنا ممكن بس ننزل الفيديو الخاص بالمدرسة مرة تانية علشان نقدر إن إحنا نتكلم عنه. أستاذ عطية، بالنسبة للمدرسة بقالها ست اتفضل سنين مقفولة، تمام؟ يا فندم. مهدودة بالشكل اللي معاك ده، الشكل الواضح على الشاشة قدام الناس بالشكل العام ده. دي المدرسة فيها زبالة زي ما حضرتك شايف، وفيها حيوانات وفيها كلاب وفيها قطط. انا خدت يمكن بالي الأثر في الفيديو. تمام. ودي بالنسبة منطقة راقية يا استاذ احمد. استاذ عطية، انا عندي سؤال بالنسبة للطلبة حاليا، المدارس اللي بتروحها بتبقى فين او بتبقى ده سؤال مهم جدا يا استاذ احمد، سألته ده كان مطروح فعلا. المدرسه دلوقتي مدرسه اسمها ليلى شهوان، دي تمام تبعد حدود من 2 ل 3 كيلو. دي اللي هي اقرب مدرسة تانية بعد ابن حضرتك مدرسة يا الشهيد فندم دي اقرب صبحي مدرسه، المنيسي يا اقرب فندم، صح؟ مدرسه طبعا، اقرب مدرسه لينا كفؤوس البلد، وهي طبعا جنبنا في المنيا. تمام طبعا الطالب، احنا ملحقين عليها الزحمه تمام يعني. حضرتك مسافه ضيف على مدرسه تانية مؤقتة لغاية ما ترجع مدرستك تاني، حتى موظفينها يا فندم، الموظفين حضرتك مدرسة الشهيد صبحي قدمتوا المنيسي. طلب في وزارة التربية والتعليم، قدمتوا شكاوي، قدمتوا يا يعني فندم أنا طلبات ان المدرسة دي يتم إعادة بناءها، أستاذ عطية؟ يا فندم يا حضرتك يا أستاذ أحمد أنت هديت، معلش يا أستاذ أحمد، أنت لو عندك بيت وبتهده، بتهده ليه؟ تمام، مش عشان تبنيه؟ ما بالتأكيد عشان احنا نبنيه ده ونطوره بيتك يعني يبقى حضرتك، ده مطور كان ويبقى وصل حديث ويقدر ان هو يفيد الأجيال القادمة. يا أستاذ يا عطية، استاذ تمام، احمد الله اتفضل. ينور عليك، ده اذا كان اسرتك من 5 افراد او 6 افراد يا استاذ احمد تمام، لكن ده ما بالك من اسره كبيره يعني من 600 ل 900 طالب. مش ليه لما المحافظ امر او وزير التربيه والتعليم او المسؤول عن هد المدرسه ما عادش بناها ليه في خلال عام او عامين يعني؟ حضرتك السنه دي خلاص 2021 انتهت بالنسبه لايه للطالب يرجع تاني لو هتتبني السنه دي. أستاذ عطية، بالنسبة
البعد اللي هو بين الطالب الحالي والمدرسة اللي موجودة حاليا حضرتك أشرت إليها، ده بيأثر على مستوى الطالب وبيأثر على المحصلة بتاعته وبيأثر على التحصيل بتاعه. طبعا استاذ احمد. وبعدين انت حضرتك مش بتخلي الطالب بس اللي هو يروح المدرسه، انت بتخلي ولي الامر يروح المدرسه. مين هيودي طفل عنده 6 سنين ولا 7 سنين المدرسه؟ مش تمام، والدته او اخوه بالتأكيد او بالتأكيد. طبعا. ما دي مسؤوليه ثانيه. وبعدين حضرتك النهارده انت شايف الدنيا برضه، من الدنيا من غير مستقره، تمام يا بتخاف واخد، على ابنك ولا بنتك من الطريق، أكيد يا أستاذ عطية لازم بالظبط. توديه وتجيبه. لكن هنا لما تبقى مدرسه جنبك، وبعدين حضرتك ده مش مشكله واحده يا استاذ احمد، تمام، احنا بنعمل احنا مركز فوز ده معرفش مش على الخريطه بالمره. ليه؟ انا عندي مركز بريد مقفول، يعني فوز البلد دي تعتبر فوز، مركز فوز حضرتك. لكن ما يبقى عندي مركز بريد مغلق ونادي نادي شباب الرياضه مغلق ليه؟ ده اكتر من 20 سنه نادي الشباب الرياضه. أستاذ انا حاسس انا في عطية، النقطه دي. اتفضل بقى. أستاذ عطية، طبعا بشكر حضرتك جدا على اتصال حضرتك وعلى مشاركتك في البرنامج معايا. حابب إن أنا أوجه الأنظار مرة أخرى إلى المدرسة، وإن إحنا يعني ندي المدرسة القدر اللي هي تستحقه، لأن دي مدرسة على اسم شهيد طيار، وفي نفس الوقت مركز فاقوس، مركز كبير في محافظة الشرقية. وحابب ان انا يعني اناشد برضو السيد رئيس الجمهورية الى هذه المدرسة. مشاهدينا في كل مكان، فاصل وارجع لحضراتكم تاني ان شاء الله. ورجعنا لكم مشاهدين بعد الفاصل. زي ما قلت لكم، حلقتنا النهاردة هتبقى دسمة جدا، ومعايا قامة كبيرة، معايا شخصية من الشخصيات التقيلة جدا، معايا سيادة المستشار الإعلامي الدولي في الأمم المتحدة سابقا، سيادة المستشار صقر آل عبد الله. سيادة المستشار، أهلا بحضرتك يا فندم معايا في البرنامج. إزاي حضرتك، عامل إيه؟ أهلا وغلا حبيبي، يا مرحبا أستاذ أحمد، واتشرفت فيك مقدم برنامج شاب موهوب في مطلع حياتك. ما شاء الله، يعطيك العافية، كاريزما إعلامية ووجهة إعلامية مشرفة، الله يوفقك حبيبي. الله يحفظك، الله الله يرضى يحفظك عليك. يا سيادة المستشار. الحمد. سيادة المستشار، أنا حابب أتكلم مع حضرتك النهاردة في موضوعات كتيرة. يعني عندنا النهاردة موضوعات، يعني أول موضوع أنا حابب أتكلم فيه رأي حضرتك في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. طبعا تدري دايما مباريات الاهلي والزمالك دي يعتبر دوري او نهائي كاس بروحها، عرف شلون؟ حتى مثلا لو في نص الدوري الله يسلمك دي بتعتبر نهائي. انزين، بالضبط. وطبعا دول افضل قطبين كرة قدم. طيب، مش هنقول في مصر، مش هنقول في افريقيا، هنقول على مستوى العالم. العالم كله صارت انظاره على مصر. انزين، من اول بارك الله فيك كاس العالم سنة 90. طيب، لما الكابتن الجوهري رحمة الله عليه وصل مصر كأس العالم سنة 90، وبدأت الأنظار تتجه لمصر، تمام، عرفت شلون؟ فمباراة الأهلي والزمالك دي دائما قمة، ببارك الله فيك اللاعبين اللي موجودين فيهم، بثقلهم، بتاريخهم، بإمكانياتهم. طيب، فمباراة قمة. لما تتفرج على الأهلي والزمالك بتستمتع، بارك الله فيك، بفنيات كرة قدم من اللاعبين اللي بيرتدون التيشيرتات الأحمر أو الأبيض. هي طبعا كانت مباراة قمة، الأهلي والزمالك. انزين، طبعا بنبارك لنادي الزمالك وسعادة المستشار مرتضى منصور والقائمين على نادي الزمالك. المباراة كانت مباراة غنية بالفنيات كرة القدم، باللاعبين، بالجمر المركبة، بالتكتيك، بالتكنيك. انزين، طبعا تدري كرة القدم مكسب وخسارة، بالتأكيد، عرفت شلون؟ اي نعم. وبارك الله فيك، الجون بيجي في ثانية، عرفت؟ هنسأل مثلا، لو اتكلمنا عن الأداء، انزين، هتلاقي مثلا الله يسألك، لا، نادي الزمالك كان متفوق خططيا. تمام، انزين، اي نعم. النادي الأهلي مثلا في البداية كان في، انا من وجهة نظري المتواضعة، كان التشكيل في الملعب، اللاعبين
مش في مراكزهم، عرفت شلون؟ بمعنى يعني مثلا في مثلا مجدي أفشة كان بيلعب على الطرف وده مش مركزه. طيب بالضبط، خدت بالي النقطه دي. نعم، فبتفقد بارك الله فيك اللاعب، بيفقد حساسيه المركز، اوكي، الرؤيه، الاستلام، التسليم، المهاره اللي تعود عليه وقاعد يشتغل عليه مثلا من البراعم على هاي المركز. فلما تيجي تغيره وتعطيه وظائف في الملعب غير وظيفته اللي هو تعود عليها، فبيفقد الله يسلمك التكنيك والتكتيك، فمش هقدر يطبق للمدرب اللي مطلوب منه. ففي البدايه كان التشكيل خطا، عرفت شلون؟ فتفوق نادي الزمالك في يعني ايش في بالنسبه للتكتيك. سيادة المستشار، في برضه سؤال انا حابب ان انا اطرحه على حضرتك. الرؤيه الفنيه لباتريس كارتيرون والرؤيه الفنيه لريني فايلر، حضرتك شايف المباراه القمه قادوها ازاي المدربين؟ يعني مين مثلا كان الاحسن من وجهه نظر حضرتك برضه في المدربين دول؟ اتفضل. طبعا كل مدرب بيكون ليه رؤيه قبل المباراه من خلال اللاعبين اللي معاه، طيب، امكانيات لاعبينه، انزين، مهارات اللاعبين، اوكي، نقاط الضعف، نقاط القوه، طيب، في الفريق ماله، وبيتابع الفريق الثاني بيشوف نفس الشيء، نقاط القوه والضعف في الفريق الثاني الخصم، عرف شلون؟ شلون الله يساك يستغل نقاط القوه اللي عنده مع نقاط الضعف؟ شلون يستغل الله يساك مثلا العوامل الخارجيه المؤثره على المباراه؟ انزين، حاله النفسيه للاعب نفسه، طيب، يعني لازم مثلا كل لاعب يكون مهيئ نفسيا قبل المباراه. انزين، ال 30 لاعب، مو بال 11 او مثلا الاحتياطي، لا، الفرقه يعتبر الفرقه كلها بالضبط، اي لاعب في اي لحظه ممكن ينزل الملعب، فهمني، اللاعب ينصف في لحظه، عرفت شلون؟ بس عندنا النادي الاهلي 3 اصابات الله يسلمك في اوكي، فطبعا يفضل اللاعب مهيئ طول الوقت، حتى يعني يعتبر كل طبيب نفسي مع لاعب بيهيئه قبل المباراه لاشياء هذه وكذا. كل مدرب طبعا بيكون ليه رؤيه من خلال وجهه نظره هو، طيب، من خلال الفريق اللي بيمرنه، انزين، فبيقدر يحول كره القدم لفلسفه. شلون؟ شلون بقى؟ هو ده كان السؤال. الله يسلمك، كره القدم الحين فلسفه. انزين، مثلا لو افترضنا المباراه كام دقيقه؟ 90 دقيقة. حلو، عندك كم لاعب في الملعب؟ 22 والحكم؟ لا، خلينا من الحكم. 22 لاعب. طول عمرك لو قسمنا ال 90 دقيقه على ال 22 هيطلع 88 دقيقه. طيب، تمام. نعم، فصارت فلسفة الحين، 88 دقيقة هتقسمهم على 22 لاعب هيطلع 4 دقائق، فإذا كل لاعب الله يسلمك هيستحوذ على الكرة 4 دقائق. شلون الله يسلمك من خلال 4 دقائق اللاعب دوت يوصلك للهدف اللي انت تبغيه من المباراة؟ لأن 4 دقائق في 22 لاعب تعطيك 88 دقيقة، من التسعين يبقى لك دقيقتين ما بين إنذار، طرد، تبديل، آوة، الأشياء هذه. فكل مدرب يحب يستغلها كفلسفه، انزين، شلون اقدر انا اوظف لاعبيني في ال 90 دقيقه هذول او ال 88، وكل لاعب هيستحوذ على الكره 4 دقائق فقط، شلون انا استفيد منها؟ تمام، فاصبحت فلسفه. استاذي الفاضل، هل حضرتك لاحظت ان التكنيك ده مثلا، لاحظت ان بيستخدمه مثلا مدرب معين في لقاء القمه؟ لاحظت مثلا باتريس مثلا استخدمه، ريني فايلر استخدمه، لاحظت التكتيك ده مثلا مستخدم في الكره المصريه؟ لازم، بارك الله فيك، في اي مدرب لازم يشتغل تكتيك وتكنيك. تمام، عرفت شلون؟ اسالك سؤال، ممكن توضح لي التكنيك والتكتيك؟ طيب، التكنيك طول عمرك اللي هو بشتغل الوظيفه بتاعه كل لاعب في الملعب ومهارته، طيب، وابني عليها خطتي، ان كنت بلعب 4-4-2 3-5-2 الله يسلمك، على حسب الله يسلمك، دي بعمل تكنيك في الملعب. تمام، اوكي، نعم. التكتيك طال عمرك ان انا برفع، طيب، من لياقه اللاعبين كبدني، سرعات، اسبرنتات، اوكي، تكلينج، هيدرز، الله يسلمك، بستغل كل لاعب على الموهبه بتاعته دي واشتغل عليها. عندي لاعب مهاري، مجدي مثلا أفشى، تمام، مهاري، هاي اللاعب بيقدر يستلم، يبغى يغير الملعب، الله يسلمك، بيلعب بساط في العمق، تشيبات، الاشياء ديت، فببني التكنيك عليه. انزين، لاعب مثلا موهوب في الزمالك، اشرف بن شرقي، اللاعب المغربي، انزين، بستغل المهاره بتاعتي وبعمل عليها التكنيك بتاعي، انزين، وابدا الله يسلمك اوظف اللاعب ده من اجل شلون يوصل راسين الحربه، طيب، باقل باص، ان كان باص في العمق، ان كان تشيب، الله يسلمك، ان كان لونج باص، الاشياء هذه، فبيعتمد عليها المدرب وبيبني خطته عليها، فببدا اعمل التكنيك بتاعي. تمام، اي نعم. سياده المستشار، معانا صور، تمام، لحضرتك، حابين ان احنا نعرضها، و
حضرتك تكلمنا عن الصور ديت ان شاء الله. الصور على الهواء تمام. بالنسبه للصوره دي يا فندم، الصوره دي كنت بمصر في منطقه شو اسمها الربوه عند كابتن نادر السيد وكابتن حسام عبد المنعم لاعبين نادي الزمالك. تمام. وطبعا اتشرفت ان انا لعبت معاهم، كان مستضيفني كابتن نادر السيد، بوجه له الف تحيه، وكابتن حسام عبد المنعم. كنا في الربوه وكنت بنتكلم عن تطوير كرة القدم للبراعم في مصر. تمام. نعم. معنا صورة تانية لسيادة المستشار. أنا لما كنت لاعب أيام شبابي قبل ما أعتزل. تفضل. ده بارك الله فيك. الكتاب أنا مؤلف 5 كتب في تطوير كرة القدم معتمدين بالاتحاد الآسيوي، من ضمن الله يسلمك التغذية والنضوج ومفهوم الرياضة للبرعم. تمام. شلون طبعا البرعم ده يعني التغذيه بتاعته ايش؟ اللي هياكله، اللي هيشربه قبل ما يرقد، قبل المباراه، لما يصحى، الاشياء ديت كده، بيكون ليه كورس غذائي الله يسلمك. زين يعني كل مثلا لاعب بيجري على جهاز السايبكس. تمام. زين بنشوف الله يسلمك كل عضله في جسمه دي بتصلح لايش؟ هل ده يصلح لكره السله، كره الطايره، كره القدم، السباحه، الوزن؟ عرف شلون؟ فبناء عليه بيكون لي كرسي غذائي الله يسلمك عشان ننمي له العضله نفسها اللي بيكون عليها الحمل ان كانت في المنافسه. كل رياضه بيكون ليها طريقه اكل، بيكون ليها نظام غذائي. نعم. بالنسبه ده بعد شو اسمه من ضمن الكتب اللي انا مؤلفها الله يسلمك، دي برامج تدريبيه للفئات السنيه البراعم. تمام. اي نعم، من سن بارك الله فيك 6 سنوات ل 12 سنه، لان كل فئه عمريه لها تدريب معين الله يسلمك، وفكر معين في كرة القدم، اوكي، من الإحساس بالكرة، من المراوغات، من المهارات، من الاستلام، من التسليم، من السيطرة الله يسلمك. فكل مرحلة طبعا عمرية بيكون ليها تدريب معين. تمام. نعم. استاذ سيادة ده المستشار كابتني وتاريخ مصر، وكابتن منتخب مصر في كأس العالم سنة 90، وكابتن نادي الزمالك، الكابتن الخلوق الكابتن جمال عبد الحميد، وتشرفت ان انا لعبت معاه وكان لي الشرف. والصوره ديت كان استقبلني في استاد القاهره، وتشرفت باللقاء معاه مره ثانيه، لان كابتن جمال عبد الحميد يمكن من افضل اللاعبين اللي جم في مصر، اللي بارك الله فيك بيعمل جمب وهيدرز على اعلى مستوى. وطبعا قبلي الكابتن علي ابو جريشه، كابتن لاعب الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي. نعم. الله يطول باعمارهم ويعطيهم العافيه ان شاء الله. ان شاء الله. دي صورتي مع باتيستوتا، لاعب طبعا منتخب الارجنتين، لاعب الارجنتيني. نعم. باتيستوتا طبعا لعبت معاه 3 سنوات ايام شبابي. طيب. وده كابتن ايفنبرغ، كابتن منتخب المانيا، لعبت معاه بعد 3 سنوات. اي نعم، ايام ما كنت لاعب. ده كابتن تيني ريخت، مدرب كره قدم للبراعم في مدرسه اجاكس في هولندا. تمام. وكنت عامل انا معايشه في هولندا في تدريب كره القدم لتطوير كره القدم للبراعم في أجاكس، اللي مؤسسها يوهان كرويف، مؤسس مدرسة أجاكس في هولندا، أسطورة الكرة الهولندية، ولاعب نادي برشلونة. نعم. يوهان كرويف بالتأكيد. ده طبعا مع الكابتن الخلوق، اللاعب اللي ممكن مصر أنا من وجهة نظري ما جاش لاعب مثله في أخلاقياته في كرة القدم، وفي تاريخه، وفي مهارته، ومعلمي الأول وأستاذي في كرة القدم، تدريب براعب كرة القدم، الكابتن علي خليل. بقول لك كابتن علي خليل الله يصبحك بألف خير، والله يطول بعمرك، وأنا مدين ليك بجزيل الشكر إنك علمتني تدريب براعم كرة القدم، وتشرفت إن أنا اشتغلت مع كابتن علي خليل مساعد مدرب لي 8 سنوات، واشتغلنا مشروع الهدف لتطوير كرة القدم على مستوى آسيا. ما شاء الله. فاتشرفت معه. بالنسبة للصورة دي طبعا الكاسات والدروع اللي حصلت عليها لما كنت لاعب، كنت مدرب، حكم، مقدم برامج في التلفزيون، الله يسلمك، بالأمم المتحدة، تطوير كرة القدم، فهذول اللي حصلت عليهم. الدرجات العلمية لما حصلت عليها، الدكتوراه، الماجستير، البكالوريوس في الإعلام، في الرياضة، فهذول اللي حصلت عليهم، 86 كاس وميدالية ودرع. سيادة المستشار، أنا عايز حضرتك تكلمني عن رأي حضرتك في نادي الزمالك. مين من اللاعبين اللي شادد انتباه سيادة المستشار؟ أنا من وجهة نظري أي لاعب في الملعب نزل المستطيل الأخضر، ارتدى تيشيرت النادي، ده من وجهة نظري بكل لاعب. انزين، بتفرق هنا بارك الله فيك الموهبة، أوكي، بتفرق إن اللاعب هو حابب يطور نفسه، أوكي،
حابب الله يسلمك يكون لاعب مميز، انزين حابب يفضل في نادي الزمالك، لان اللي بيلبس تيشيرت نادي الزمالك او النادي الاهلي ده شيء طبعا. اي نعم اي نعم، اللاعب الاول او اللاعب صحيح. بعدما انت وصلت لنادي الزمالك او النادي الاهلي اذا انت لاعب مميز في كل شيء. بالتأكيد. عرفت شلون؟ انت عندك لا يقل عن 50 مليون لاعب، لكن مين اللي بيرتدي تيشيرت الزمالك او الاهلي؟ ها، فاذا لما بتشوف من وجهه نظر الاداره الفنيه انزين ولجنه الفنيه لكره القدم في نادي الزمالك ان اللاعب ده يستحق، اذا خلاص بياخد التيشيرت. عرفت شلون؟ بيكون في المستطيل الاخضر فبيبدع. سيادة المستشار، برضو أنا حابب أسأل حضرتك سؤال. بالنسبة لي رأي حضرتك في أن يعني عدد المدربين اللي جه نادي الزمالك الفترة اللي فاتت ده يأثر على اللعيبة ويأثر على طريقة لعبهم، يأثر على المستوى بتاع النادي؟ صحيح. أنت لساك، لأن مثلا لما بيجي لك المدرب بيبدأ يشتغل، هو بينجل لك المدرسة بتاعته هو ومفهومه هو كمدرب وشخصيته كمدرب، انزين فبيبدا ينجله ليك انت كلاعب، ويبدا الله يسلمك يكون في انسجام بينك وبينه. يبدا اللاعب يفهم على مفهومك انت كمدرب، على خطتك، طيب على تكنيكك وتكتيكك، انزين على ايش الله يسلمك اللي انت تبغيه من اللاعب، اوكي ايش وظيفته في الملعب، شلون تستغله، يبدا يفهم عليك يتغير، اوكي تمام. تروح جايب له مدرب ثاني بالضبط. فاذا بيبدا اللاعب ياخذ وقت، بتعمل له بلبله فكريه وبيحصل تشتت. ما بيحصل تشتت، ما فيش الله يسلمك ثبات في الجهاز الفني والاداري، فكثره المدربين مع كثره المدارس اللي بتمر على اللاعب بتعمل له تشتيت ذهني. واللاعب الله يسلمك لاعب كره القدم مش لاعب بدني، هو لازم يحصل لكل لاعب توافق ذهني بدني عشان ينزل يعطيك في الملعب. طول ما اللاعب مشتت مش هيقدر يعطيك في الملعب. سيادة المستشار، برضو نقطة تانية حابب ان انا اتكلم عليها. بالنسبة للنادي الاهلي، رأي حضرتك في القيادة الفنية لرينيه فايلر في من خلال المباريات اللي فاتت؟ وبرضو انت يعني كل مدرب بيجي بمفهومه هو، عرفت شلون، فبيحاول هو كمان يأقلم نفسه على اللاعبين اللي بيمرنهم. تمام. والإدارة طبعا تدري إدارة النادي الأهلي من أيام كابتن صالح سليم رحمة الله عليه وسكنه فسيح جناته، موضوع بارك الله فيك أسس على القلعة الحمراء ديت، ومنظومة ماشيين عليها كل الرؤساء. وطبعا يعني مصر تتشرف أن حاليا رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، القيمة والقامة والتاريخ والأخلاقيات والمهارات. أنا ممكن كابتن محمود الخطيب أجل أتكلم عليه لنهاية الحلقة. طيب الله يصبحه بالخير ويعطي ألف عافية ويشفيه وعافيه إن شاء الله. الله يحفظ يا رب. فطبعا كل مدرب بيكون له وجهة نظر الله يسلمك من خلال النادي. يعني أي مدرب تسأله تيجي تشتغل في مصر مدرب يقول لك إيه نعم، وين؟ يقول لك الأهلي أو الزمالك. عرفت شلون؟ خلاص أكبر قطبي طيب في أفريقيا الأهلي والزمالك. انزين فاللي بيشتغل فيه طبعا ده بيبقى من الناس. اي نعم. انا اتشرفت الله يسلمك كابتن محمد عامر دعاني في النادي الاهلي وكابتن خالد جدالله سنه 2011، انا داخل القلعه ديت بصراحه. النادي الاهلي من الانديه الكبيره جدا في مصر، ونادي الزمالك كذلك. سياده المستشار، بشكر حضرتك جدا يا فندم. حبيبي الله يرضى عليك، نورتني جدا في البرنامج. حبيبي الله يرضى عليك. الله يحفظك يا رب، وبالتوفيق ومن نجاح لنجاح. حبيبي، والله يوفقك انت كاعلامي شاب موهوب. انا بستبشر فيك ومستبشر لك بمستقبل بارع باذن الله ان شاء الله، لان انت وجهه اعلاميه ما شاء الله، واسلوب ورقي، وبنزل ان شاء الله من احسن لاحسن باذن الله، ونشوفك كبير الاعلاميين بمصر. الله طيب الله يرضى عليك، وتكون على نهج كمان استاذنا وكبير الاعلاميين كابتن مدحت شلبي. الله يحفظك، ولهم مني الف تحيه وتقدير، والقائمين على الاعلام في مصر. الله يحفظك حبيبي. شكرا جدا. طول عمرك حبيبي. مشاهدينا في كل مكان، فاصل نرجع لكم تاني ان شاء الله، انتظرونا. وفي ختام الحلقه احب ان انا اشكركم مشاهدينا في كل مكان، بعتذر لكم جدا. شكرا لكم مشاهدينا في كل مكان، دي كانت حلقتنا النهاردة، وأتمنى أن هي تكون نالت إعجابكم، وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامج كود 9. أنا أحمد هشام معاكم، شكرا جدا، نورتوني، في رعاية الله، ربنا يحفظكم، مع السلامة، باي باي.